يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة في بيان مصير الفريقين من أهل السعادة وأهل الشقاوة يوم القيامة: إذا قام الناس لرب العالمين للحساب، قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي، أي هاكم اقرأوا كتابي، يعرض كتابه على الناس. وقد جاء ذلك أيضا في البخاري أن الأثر في الأثر أن الرجل يقرره الله سبحانه وتعالى بذنوبه فلا ينكرها، ثم يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما المنافق والكافر فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. قال: تعرض، يعرض الله عليه السيئات فيسود وجهه، ثم تعرض عليه حسناته فيبيض وجهه، ثم ينظر إلى سيئاته فإذا هي قد بدلت إلى حسنات، فيقول: ها أمقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. وظننت هنا بمعنى أيقنت، كما قال الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، أي أنهم موقنون بذلك. إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قريبة، الواحد متكئ على السرير فيتذلل إليه الفرع فيأخذ الثمرة في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ريت ما عرفت الحساب بتاعي شنو، يا ليتها كانت القاضية، أي موتة لا حياة بعدها، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، قروشي ما نفعتني، هلك عني سلطانية، لو عنده سلطان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: خذوه فغلوه. العلماء قالوا كما جاء في الآثار التي رواها ابن كثير رحمه الله: إذا قال الله عز وجل خذوه، قال يبتدره 70,000 ملك، أيهم يضع الغل على عنقه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه النار جهنم، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، يعني طول 70 ذراع، أي بذراع الملك. تقال الملك قدر كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وجاء في بعض الآثار إنما بين شحمة أذنه إلى عنقه مسيرة 400 عام، من هنا لهنا. قال: بخفقة الطائر، بخفقة الطائر يعني بسرعة الطيرة، لو قلنا الطيرة دي سرعتها 40 كيلومتر في الساعة، وفي بعض الآثار قالوا 700 سنة، دي 28,000 كيلومتر، من هنا لهنا. قال: وإنما بين موق أحدهم وآخر عينه مسيرة 100 عام، فتحة بتاعت العين بتاعت الملك مسيرة 100 عام. يجوك البيجاي ديل يقول لك: نحن بنهرش الملائكة. يا ودي انت عارف ده قدر كيف؟ من هنا لهنا مسيرة بتاعت 100 عام، تهرش انت؟ عشان كده ربنا قال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال: تدخل في دبره ثم تخرج من فيه أو من منخريه.
ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أكبر مشكلة شنوه؟ إنه ما كان عنده توحيد. أكبر مشكلة إنه في الدنيا كان شغلته كلها الفقراء، كان شغلته كلها دعاء غير الله، كان شغلته كلها ادعاء أن هؤلاء الموتى والهلكى الرميم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم يقضون حوائج العباد وأنهم يحاكمون الناس ويحاسبونهم يوم القيامة وأنهم ينظرون في صحائف العباد وأنهم ينظرون في اللوح المحفوظ وأنهم يتصرفون في الكون وأن مقامهم أعظم من مقام الأنبياء وأعظم من مقام الرسل، بل أنهم يموتون متى يشاءون وأنهم يفعلون ما لا يؤمرون ويأمرون بما يشاءون. ده في الدنيا. هنا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وهذه الكتب قاعدة أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، كما قال شيخ الطريقة الختمية في كتابه فيوض البحور المتلاطمة المسمى بالراتب الكبير أو شرح الأنوار المتراكمة. كلام غريب، تجي تفتح كتب السمانية يجي يقول لك الولي يخلق مع الله سبحانه وتعالى، يجيك بتاع ود بدر يجي يقول لك أحمد الطيب البشير ربنا سبحانه وتعالى ملك الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. تموت على العقيدة دي طوال الآيات دي بتنزل فيك. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بل يحاربون في التوحيد وينشرون الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول للناس تنادي الميتين عادي ما في حاجة. قالوا جاء الثور الأحمق، ثور الله الأحمق، قبل فترة بخشمان حفيان ما عرفت انت حامد بابكر، قال يجوز التبرك بالصالحين وتتبركوا بي. يا ود الحلال، انت واعي لا في حاجة ولا كده ولا انت ذاتك لا في كويس؟ أسي عليك الله أخواننا، أنا لما أبقى مترمد ومتسجم وأبقى ما عندي دين ولا عندي عقيدة ولا عندي رجولة ولا شرف ولا أخلاق ولا أي حاجة، أجي أتبرك بحامد بابكر؟ يا زول حامد بابكر الله يهديك بركوا بك كيف يعني؟ ماذا فيك من مؤهلات البركة؟ سنون ساي ما في، سنون ساكت استرنك ما في، يتبركوا بك كيف يعني؟ ده كله من الباطل ومن الكذب، ينشر الشرك بين العباد بين المسلمين، يكذبوا عليهم يقول لهم لو بقيتوا معانا نحن يوم القيامة بنحل لكم، زي ما قال البرعي، كلهم بيقولوا كده. البرعي قال إلى الطيب المنو كده ما عارف نسبتي ومشورتي في الناس أن يتطيبوا، مش يتطيبوا يجيبوا ريحة تريحوا، لا يتطيبوا يعني يبقوا تبع أحمد الطيب البشير، لا ما بنبقى. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بتاع الختمية قال الختمية سفينة نوح ألحق نفسك قبل تروح، وذات راح شمار في مرقة وينه؟ هل تراه أو تسمع به أو تحس به أو تشمه؟ بقى الطريقة لا لون لها ولا طعم ولا رايح، فهمت؟ انتهت مرة واحد. جبت عن نيل أبو قرون الزول الناشر الفام بتاع التشيع والذي ينكر صورا من القرآن في خطبة العيد، قال شنو؟ قال يا ليل ليلك جكن ولدك في جوف تمكن لرب الخيل الجكن دربم زلقاب مطيا. أصو منتهي، دربم مطيا ساي ده درب بيقودك إلى جهنم، لو كان مطيا ساي ما بتمشي تغسل الجلابية ما فيها مشكلة،
لكن مشكلته طينه ده طينته دي طينة بتاع جهنم، فهمت؟ قال يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش تنظم. أبو قرون قال بسوق الجماعة كده يدخلهم الجنة، أوك يلا راح خشوا الجنة. كذب على الناس وكذب على الله سبحانه وتعالى الذي يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك يا أخواننا المؤمنين والمسلمين عزهم في التوحيد وفي أنهم يتوجهون في عباداتهم جميعها إلى الله سبحانه وتعالى، وفي أنهم يرغبون بقلوبهم إلى الله جل وعلا، يرجون ما عند الله ويخافون من عذاب الله ويرجون رحمة الله وأن يدخلوا جنة الله، فكل حياتهم لله وبالله وفي الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول امبارح يوم الجمعة كنا قدام كده في حلفة، بعدين عندنا واحد من أخواننا نسبته من ود أبو صالح. أخواننا لما مشوا يتكلموا قبل شهور قالوا نازل تاني لو لقيناهم في أي محل ندقهم. الجمعة الفاتت في افتتاح مسجد، جزاهم الله خير الناس دعونا، طلعنا المنبر لقينا زولك القلب يدقنا قاعد تحت، الخليفة الخليفة ذاته قاعد تحت. بفضل الله ربنا وفقنا أدينا وراجمات أرض جو توحيد، فهمت؟ بقى مستحضر لغاية العصر لغاية العصر، وأنا أبويا الشيخ زعيط ابن معيط وأنا أبويا الشيخ زعموط ود أبو زعموط ما بحلك توحيد إن شاء الله تسمعوا وترخذوا أضانك، ودي وصيتنا كما هي وصية الله سبحانه وتعالى.